حياكم الله مجددا في أهلا. في واحد من الأخبار المهمة، حذرت الهيئة العامة للمنافسة المنشئات العاملة في السوق السعودية من عرض منتجاتهم بأسعار أقل من سعر التكلفة بهدف الإضرار بالمنافسين، مؤكدة أن تلك المنافسات محظورة وتضر بالمستهلكين وترفع الأسعار بحسب ما ما نشر اليوم. إيش تفاصيل هذا الموضوع؟ إيش المقصود بعرض أقل من سعر التكلفة؟ هذا ما نحاول أن نعرفه الآن مع الأستاذ حمود العصيمي، مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة، الذي ينضم إلي عبر السكايب. أستاذ حمود، شكرا جزيلا لقبولك هذه الدعوة. حياكم الله ومسي عليك بالخير وعلى المشاهدين والمشاهدات. أول شيء نبغى نعرف، بس نفكك الموضوع أو نشرحه للناس، إيش المقصود بأنه تجار يعرضون السلعة بأقل من سعر التكلفة وليش تحذرون منه؟ طبعا هذه من أنواع الممارسات المحظورة بنظام المنافسة اللي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلكين. الصورة اللي تفضلت فيها، يلجأ بعض التجار إلى القيام بهذا النوع من الممارسات لأهداف. الهدف الأول هو خلق موانع دخول. إذا علمت بعض المنشآت أن هنالك منافس سيقوم بالدخول إلى السوق، تقوم في حقيقة الأمر بعض المنشآت بالاتفاق على يعني البيع بأقل من سعر التكلفة. الهدف من كل ذلك هو الحد من دخول هذه المنشأة إلى السوق. لكن في كثير من الأحيان البيع بأقل من سعر التكلفة يعتبر مخالف على المنشأة الوحيدة التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق. والوضع المهيمن عندما تكون المنشأة تتحكم في نسبة معينة من المعروض الكلي للسلعة أو الخدمة في السوق، الذي وضحتها اللائحة التنفيذية وحددتها في 40% من المعروض الكلي للسلعة. نعم. طيب أنتوا تقولون إن المستهلك ينضر، كيف المستهلك ينضر إذا كان التاجر حيقدم السلعة بسعر أقل؟ نعم، طبعا احنا بالنسبة لنا سبق اننا شرحنا اشكال البيع بأقل من سعر التكلفة. توجد صور قد تكون المنشآت تعمد الى البيع بأقل من سعر التكلفة لاسباب مشروعة، على سبيل المثال تصريف المنتجات سريعة التلف. فبعض السلع سريعة التلف كالخضار او اللحوم او بعض الدواجن، قد تلجأ بعض المنشآت بغرض تصريف تلك السلع قبل يعني ان تكون يعني فاسدة او غير قابلة ل البيع، إلى أن تقوم بالإنزال من تلك الأسعار بهدف التصريف. فهذا النوع من الممارسة لا تعد مخالفة، لأن في حقيقتها الهدف منها تصريف السلعة وليس الإضرار بمنشأة أخرى في السوق. طيب الصورة الثانية هي الترويج للمنتج الجديد. فبعض المنتجات الجديدة التي تتطلب بعض الأحيان توفيرها للمستهلكين بأسعار قد تصل في أحيان إلى أقل من سعر التكلفة بهدف ترويج هذه السلعة وتعريف المستهلكين بها، وفي الغالب تكون لفترات قصيرة وقصيرة جدا بهدف حماية المتنافسين الآخرين من يعني أن يتعرضوا إلى الضرر والخروج من الأسواق. المادة المتعلقة بهذه الممارسة تشترط أن تكون المنشأة في وضع مهيمن حتى تعد بالفعل مخالفة لنظام المنافسة. عودا على ما تفضلت فيه، قد يستفيد المستهلك حقيقة من البيع بأقل من سعر التكلفة لفترات قصيرة، لكن على المدى الطويل وبعد خروج المنشآت المنافسة من الأسواق يمكن لتلك المنشأة التي باعت بأقل من سعر التكلفة إعادة رفع الأسعار من جديد، وبالتالي تعويض ما خسرت، والمتضرر الأخير بهذه الحالة هو المستهلك. طيب أستاذ حمود، أنتم اليوم كيف تضبطون الموضوع؟ يعني كيف تعرفون أنه هذه السلعة بيعت بأقل من سعر التكلفة بقصد الإضرار بالمنافسين، وكيف تعرفون في الأصل سعر التكلفة كم من أساسه؟ نعم، طبعا لما تتلقى الهيئة شكاوى في هذا الخصوص تقوم بعمل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للتحقق من أن هذه الممارسة لا تنطوي على الإضرار بالمنافسين، وتقوم الهيئة بتحليل يعني هيكل الأسعار لتلك السلع المحتمل أنها قد يعني استخدمت للإضرار بالمنافسين، ومن خلال الدراسات الاقتصادية التي تعدها الهيئة في هذا الموضوع والتحليل المالي وتحديد
وتحليل هيكل السعري للسلعة يتبين هل فعلا المنشأة تقوم بالبيع بأقل من سعر التكلفة أم لا. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى، هل البيع بأقل من سعر التكلفة بهذه السلعة يؤدي إلى إخراج المنافسين من الأسواق أم لا؟ فإذا كانت المنشأة لا تتمتع من الأساس بوضع مهيمن فيعني قد لا تكون هنالك أي مخالفة لأحكام النظام، لأنه المادة السادسة اشترطت أن تتمتع المنشأة التي تقوم بهذا النوع من الممارسات أن تتمتع بوضع مهيمن لاعتبار أن ذلك التصرف مخالف للنظام. نعم، يعني الآن أنتم دوركم يقتصر على البلاغات اللي توصلكم، ولا أنتم في الأساس عندكم دور رقابي وتتبع؟ طبعا تختص الهيئة أولا بالرقابة الدورية على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، كذلك تتلقى الشكاوى التي ترد من المتعاملين في الأسواق سواء من المنشآت أو حتى من يعني المستهلكين. طيب جميل. طيب في المقابل أيضا أستاذ حمود، اليوم إذا في سلعة معينة واثنين من التجار عرضوها نفس السلعة بأسعار مختلفة تماما وسعر التكلفة يختلف لكل واحد عن الآخر، قد يكون استخدم مواد خام معينة تختلف عن الآخر ولا غيرها، هذا الموضوع كيف يضبط؟ نعم، طبعا المادة الرابعة من نظام المنافسة يعني حددت آلية التسعير باعتبار أنه الأسعار بين المنشآت لها الحرية في التسعير وفقا لقواعد العرض والطلب وآليات السوق، وبالتالي يعني إحنا دائما نبحث عن الفروقات السعرية بين المنشآت اللي تعزز من المنافسة، وحتى نوضح كيف أن الفروقات في الأسعار ستعزز المنافسة بين المنشآت بما يحقق مصلحة للمستهلكين. مثلا أحد المنشآت استطاع أن تبتكر طريقة معينة في الإنتاج أو في التصنيع جعلت المنتج أقل تكلفة وبالتالي تستطيع المنافسة في بيعه بأسعار أقل من المنافسين، ماذا ستكون ردة فعل المنافسين؟ بكل تأكيد سيقومون بالتطوير على المنتج أو إضافة مميزات كخدمات ما بعد البيع أو زيادة الجودة في المنتجات أو الابتكارات، وبالتالي سيستطيعون أن ينافسون ويحافظون على حصصهم السوقية. نعم، كل هذه بمعنى تؤدي في نهاية الأمر إلى أنه المستهلك سيكون له خيارات أكثر، سيحصل على فروقات سعرية من صالحة، وبالتالي إحنا نعزز استدامة تلك المنشآت وجاذبية الأسواق إلى يعني أنها تدخل منشآت جديدة للمنافسة والحصول على حصة سوقية. جميل، يعني أفهم من كلامك أستاذ حمود أنه أنت كتاجر إذا استطعت أنك توصل لسعر تكلفة أقل ما في مانع أنك تعرض السلعة بسعر أقل مما يعرض غيرك لنفس السلعة، هذه ما فيها إشكالية. هو هذه طبعا فلسفة المنافسة، أنه أنت عشان تنافس يعني بشكل جيد في الأسعار لابد أن تقلل في التكاليف، فكيف تقلل في التكاليف؟ لازم تشجع على الابتكار، لازم تقوم بإدخال يعني وسائل حديثة تقلل من يعني التكاليف على المنتج، وبالتالي أستطيع أن أدخل بأسعار أقل من منافسيني وأحصل على الحصة السوقية. المهم هو أنه المنشأة التي تحقق كفاءة عالية من حقها أن تحصل على الحصة السوقية التي تستحقها. جميل، طيب نرجع للنقطة الأولى إذا سمحت الأستاذ حمود، اليوم في حال اكتشفتم أنه في يعني عملية جالسة تصير بحيث أنه يضر بالمنافسين، يبيع بأقل من سعر التكلفة حتى تنتهي البضاعة وبعدين يرفع السعر، وكل هذا السيناريو اللي شرحته أنت لنا في البداية، إيش العقوبات اللي تفرضونها على الجهة؟ نعم، طبعا نصت المادة 19 من نظام المنافسة أنه في حال ثبوت انتهاك منشأة لمخالفة لأحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة بإيقاع عقوبة من لجنة الفصل تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات محل المخالفة. لكن حقيقة هو أكثر الممارسات ضررا على الأسواق يمكن هو اتفاق المنشآت على رفع الأسعار. جميع ما ذكرناه قبل قليل يستوجب أن تقوم المنشآت بتسعير منتجاتها بناء على تكاليفها المستقلة وبناء على رغبتها في المنافسة وبناء على يعني محاولتها في كسب العملاء، وبالتالي يحصل المستهلك في تلك الحالة على خيارات أكثر. لكن عندما تتفق المنشآت وتتجنب منافسة بعضها البعض عبر تحديد الأسعار إننا بذلك يعني نظلم المستهلك بشكل كبير ونضيع عليه فرصة تحقيق رفاهية و
وتوفير بعض المبالغ اللي ممكن يصرفها في يعني سلع وخدمات أخرى، وبالتالي حتى يعني نضيع على المنشآت يعني فرصة أنها تستمر في الابتكار وتستمر في يعني تطوير المنتجات، وبالتالي احنا يعني نظلم المنشأة التي تكون حققت كفاءات بأنها تنخرط في اتفاق مع منشآت وتضيع على نفسها الحصة. نعم والله كلام مهم، أشكرك وحييك عليه أستاذ حمود. ودي أستوضح منك هي فكرة اتفاق المنشآت على رفع السعر. ترى احنا يعني كمستهلكين عاديين ما نقدر نعرف هذا الموضوع، كيف ممكن نعرفه؟ يعني احنا نلاحظ احيانا انه سعر السلعة يرتفع في كل مكان وما نعرف اذا وراه اتفاق ولا ما وراه اتفاق. كيف ممكن يعني نتعلم ثقافة هذا الموضوع، نتواصل معكم، يصير الناس يفهمون الموضوع بشكل جيد بحيث انه يعاد الى مساره الصحيح؟ نعم، وطبعا يعني ممكن أن المستهلك يلاحظ عندما تقوم عدد من المنشآت بتوقيت رفع الأسعار في وقت واحد وبمقدار واحد مثلا، وسبق أن الهيئة أعلنت عن منشآت مخالفة قامت بهذا النوع من الممارسات بسبب أنها قامت بتصعيد الأسعار بشكل متزامن وفي نفس الوقت وفي الغالب بنفس المقدار. فمن خلال هذه المسوحات اللي تجري على هيئة أو من خلال ملاحظات المستهلك يمكن أن يتقدم بشكوى ليتسنى للهيئة أن تقوم بمراجعتها والتأكد من أنها لم تكن بسبب الاتفاق على رفع الأسعار. كيف تقدم الشكوى لكم؟ إيش آلياتها وطرقها؟ طبعا بالنسبة لتلقي الشكاوى، الهيئة طبعا أطلقت خدمة تلقي الشكاوى عبر موقعها الإلكتروني، وبالتالي يستطيع أي شخص التقدم بالشكوى من يعني دون الحاجة إلى زيارة الهيئة. نعم. كل ما عليه هو زيارة الموقع، تقديم شكوى وتحال إلى الفريق المختص بالهيئة لدراستها أوليا، ومن ثم يعني إصدار قرار إما بتوسيع نطاق التحقيق في الشكوى إذا كانت مستندة إلى قرائن و أدلة فعلية، أو مثلا حفظ الشكوى إذا لم يتبين وجود انتهاك لنظام. طيب إحنا شاهدنا في أكثر من مرة تشهير من قبلكم بالمخالفين وبالذات المتفقين على رفع الأسعار، هل عقوبة التشهير هي ثابتة لكل المخالفات عندكم ولا لا؟ نعم طبعا بالنسبة لعقوبة نشر القرارات اللجنة التي تصدرها بحق المخالفين هي عقوبة تبعية، يعني في حال أنه منشأة ارتكبت مخالفة لنظام المنافسة فهي عقوبة تبعية تتبع العقوبة الأصلية التي توقعها اللجنة في بغرامة مالية مثل ما ذكرت قبل قليل تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات. لكن في حالات جوازية يجوز أنه يعني حالات تحددها المجلس تحديد ما هي المخالفات التي يعني يمكن للمجلس ألا يقوم بنشرها، لكن مخالفة رفع الأسعار ومخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن هي تستوجب نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية. طيب أستاذ حمود إذا سمحت لي وقبلت، وش أكثر السلع اللي تمر عليكم اليوم فيها شكاوى أو ترصدون اتفاق على رفع الأسعار وغيرها، واليوم توجه من خلال البرنامج رسالة سواء إلى المنشآت أو إلى المستهلكين إنه يا منشآت انتبهوا ترى احنا لكم بالمرصاد، ويا مستهلكين اذا لاحظتم هذه السلع فبلغوا، وش ابرزها يعني بصفة عامة؟ خليني أجاوب على الشق الأخير من ما تفضلت فيه وبوجه الرسالة في البداية. أولا إحنا ليس هدفنا في الهيئة العامة المنافسة يعني معاقبة المنشآت حقيقة، بالعكس إحنا نرغب في أن المنشآت تتجنب الوقوع في المخالفات لأنه ذلك من مصلحة المنشأة، وبالتالي عندما تقوم المنشأة بالمنافسة الحقيقية مع منافسيها ستجد أنها تستفيد من مسألة أنه الابتكار، ستتحقق لها كفاءات، سوف تنافس وتحصل على حصة سوقية، وبالتالي الاقتصاد السعودي سوف يستفيد والمستهلك سيتحقق له رفاهية وسينعكس كل ذلك على المنشآت. لذلك أنا أهيب حقيقة بالمنشآت الامتثال لنظام المنافسة والاستفادة من البرامج المجانية التي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للمنشآت التقدم بطلب الحصول على برنامج امتثال وهو مجانا للمنشآت، يتم فيه تقييم حالة المنشأة ومدى امتثال نظام المنافسة واقتراح يعني نعم. الحلول والمعالجات التي تضمن أن المنشأة ممتثلة لنظام المنافسة لتقليل فرص وقوعها في المخالفات وتعرضها لتلك الغرامات الكبيرة. طيب يعني وش السلع أو خلنا نقول القطاعات اللي ممكن بس ننبه لها إجمالا اللي رصدتوها يعني أوجدتكم عليها شكاوى كثير؟
نعم طبعا هو لكل تقريبا ممارسة يعني في أسواق محددة أو غالبا ما تقع فيها المنشأة. على سبيل المثال مخالفات التواطؤ مثلا في المناقصات، فهذه في الغالب تكون يعني منشآت عاملة في قطاع المقاولات. لكن فيما يتعلق برفع الأسعار يمكن يختلف بحسب الموسم، فكثير من الأحيان عندما يكون هنالك موسم محدد لسلعة معينة تجد هنالك رفع للأسعار، أو مثلا عندما يكون هنالك نزول كبير في أسعار سلعة معينة جراء مثلا وفرة المعروض، تلجأ بعض المنشآت يعني تجنب البيع بأسعار متدنية إلى أنها تتفق مع منافسيها لرفع الأسعار، وبالتالي تعطيل المنافسة وتقوم كل المنشآت بالاستفادة على حساب رفاهية المستهلكين. يعني مواد غذائية، سيارات، إلكترونيات، إيش أكثر قطاع يعني أنت تحذر منه أو جاتكم شكاوى عليه؟ طبعا هو قطاع يعني يعتبر قطاع الأدوية وقطاع المواد الغذائية حقيقة من القطاعات اللي يعني يرد شكاوى كبيرة للهيئة العامة للمنافسة، لكن لا يعني عدم ورود يعني بلاغات في قطاعات أخرى في المواد الغذائية أو في الدواجن وغير ذلك من القطاعات الأخرى. جميل، احنا والله فخورون بكل اللي تقدمون أستاذ حمود. إذا لك كلمة أخيرة حاب توجهها لمين وإيش تقول فيها؟ نعم أنا حقيقة يعني أكرر ما قلت قبل قليل بأني أهيب حقيقة بالمنشآت الاستفادة من البرامج اللي أطلقتها الهيئة ومن ضمنها برنامج الامتثال، كما أن الهيئة أصدرت دليلا للامتثال يوضح للمنشأة آلية امتثالها للنظام لتجنب وقوعها في المخالفات وتعرضها للغرامات المالية والتشهير. وكذلك أنا أحث المنشآت على المنافسة الحقيقية التي سيجنون ثمارها يعني على المدى المتوسط، وبالتالي يتم مكافأة المنشآت لتتحقق كفاءة عالية بأنها تحصل على الحصة السوقية. الأستاذ حمود العصيمي مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة، شكرا جزيلا لك، وأنا أثني بالشكر. طبعا أنا أشكر الأستاذ حمود أكثر من مرة، وأشكر الهيئة العامة للمنافسة إنها تجاوبت مع دعوة البرنامج، قبلت الظهور معنا. نحتاج كثيرا إلى ظهور مثل هذه الجهات لتوضيح الصورة أكثر، لإيصال الرسائل أكثر، وللمساهمة في إيصال الثقافة والمعرفة والتوعية بشكل أكبر لمثل هذه الجهات. فكل الشكر والتحية والتقدير لهم، ونتطلع إلى تعاون قادم في حلقات مقبلة، من الإرشاد الأسري إلى هيئة المنافسة إلى المناخ والطقس والأجواء المطرية اللي تشهدها بكثافة بعض مناطق المملكة ومنها جازان والمدينة، ولكن بعد هذا الفاصل.